لو عندك زغاليل في العمر ده، جيت تشوف لقيت الزغلول منفوخ كده، حصل منفوخة بالهواء او بالمية وهي في السن ده، هتعمل ايه؟ تعال نشوف الفيديو ده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهاردة انتفاخ الحوصلة. انا طلعت لقيت زغلولين من دول، طلعت عند الحمام لقيت زغلولين من دول، اصغر زغلولين هنشوفهم منهم. ده مثلا شوفوا مع بعض زغلول ده، وفي زغلول كمان كانوا منتفخين بالهواء. نشوف الزغلول التاني، الزغلولين دول كانوا منتفخين بالهواء. ازاي منتفخين بالهواء؟ اللي ما اصلوش شاف الحكاية دي، هتلاقي الزغلول تحس ان هو شبعان كده وحصلته فاضية، تلاقي الحصلة مليانة لكن تيجي تضغط عليها تلاقي ان فيها هواء، مش مفيش فيها اكل، هو هواء اللي نفخ كل الحصلة هواء. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة هنضغط على الحصلة نفضي الهواء من الحصلة كده، نطلع الهواء اللي في الحصلة، وتفتح بق الزغلول تشوف من الداخل، عشان لو في كنكر، مفيش كنكر هنا هيبقى كنكر داخلي. انتفاخ الحوصلة مرض، علاجه سهل جدا زي ما عم بنعالج الكنكر، الفلاجيل. طبعا انا اعطيت الزغاليل دي فلاجيل قبل كده، احنا بنعطي 3 ايام زي ما قلنا بداية ما يطلع اللون بتاع الريش في جسم الزغلول لمدة 3 ايام، يعني مثلا هتقول من السابع او الثامن لغاية العاشر. يعني بنعطي كل زغلول من الزغلول في الحجم دي نص سنتي، ده العلاج بعد ما بنفرغ الهواء اللي في الحصلة، ونتابعهم. تتابع كل ما تطلع تلاقي فيها هواء، علشان ده بيموت الزغلول يا جماعة، احنا في موسم الانتاج وبيكتر الحكاية دي، تبقى مش اخد بالك تقول ايه الزغلول بتموت ليه، ده سبب موت الزغلول في الايام دي، محدش اخد باله هي بتموت من ايه، تفتكر ان هي اكلة وهي مش اكلة، تبقى هي منتفخة هواء او مية. يبقى 3 ايام نص سنتي من الفلاجيل ده، ولو زغلول كبير، لو زغلول كبير اعطيه سنتي، لو زغلول كبير وكنت نسيته يبقى اعطيه سنتي برضو لمدة 3 ايام بس. طيب احنا زي ما قلنا احنا اعطينا امريزول، اللي معانا امريزول، الامريزول اللي معايا، لكن في فلاجيل، وفي ناس في دول الخليج يقول لك ان في، انا دورت عليه عندنا هنا ما لقيتوش، اللي هو فيلازول، اسمه فيلازول، هو موجود لكن مش ممنوع دلوقتي، مش موجود عندنا دلوقتي في مصر، هو نوع ممتاز اللي هو اسمه فيلازول، طبعا بشري كل الأدوية دي، لكن احنا بنجيب أمريزول ده يا جماعة اللي هو أرخص، فاحنا بنجيبه للحمام. أرجو يكون عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.